يروح ان توت ليبرتي بكل حريه. مستقبل لي هو مستقبله هو بعد 20 سنه يلقى الحريه. ما نتمنى انه ما يكونش هنا، يكون في امان واستقرار لا بقى نحبه نحن لا يعني بعد 20 سنه هو في وقت يولي عمره 24 سنه ما يلزمش يبقى روحه في نفس الفرد. فهمتني؟ هذا شنو اقصد؟ خويا ولدك هذايا؟ اي خويا اي. لحظه برا جيب لي ولادي. احترام رأي الآخرين ولا عمل من أجل تونس وهزة تونس، وأن يتربى الأجيال هو واللي كيفه يتربوا في العزة والكرامة واحترام بعضهم بعض. تتصور قداش يلزمنا من الوقت باش نوصل للحاجة هذه؟ بإذن الله المشوار طويل، المشوار طويل شوية طويل شوية بعد الأحداث هذه كل المشوار طويل، لازمنا نصبر لازمنا نستناو حتى نخلطوا بإذن الله باش الأشبال هذه في المستقبل تكون عندها مستقبل.